نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية كفر سعدون بمركز قطور بمحافظة الغربية. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 956 حالة من خلال 13 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، إضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية وإجراء اختبارات محو الأمية ل15 مواطنا. ربنا طلعت من الجامعه فيها تخصصات كتير، انا تخصصنا جراحه عظام، بنستقبل المرضى عندنا هنا وكشفنا عليهم، كشفنا على عدد كبير من المرضى، بنكتب لهم العلاج مجاني متوفر هنا في القافله، والحالات اللي بنلاقيها محتاجه انها تعمل اشعاعات او تعمل اي تدخل جراحي فبنحولها عندنا على العياده او على المستشفى الجامعه بحيث ان احنا نكمل لها الاجراءات بتاعتها هناك وتعمل العمليات بتاعتها او الاشعه بتاعتها هناك. احنا جينا من بدري في تنظيم في حياه كريمه، بنشكرهم جدا على تنظيم النهارده اليوم، وبنشكر على تواجد النهارده بشكل فعال جدا، وما شاء الله الفريق بشكل منظم جدا النهارده. بنشكر كل الدكاتره اللي حضروا من النهارده، وبنشكر على جميع الاقسام اللي كانت موجوده عندنا وتقديم الخدمه بالمجان، سواء الكشف بالمجان على المرضى او صرف ايضا العلاج بالمجان. قافله طبيه مكونه من 13 عياده غير العياده البيطريه، واحنا جايين من الغربيه، واحنا جايين من طنطا النهارده من الساعه 8 الصبح في تنظيم العيادات. والله انا جبت والدتي وجيت وكشفنا وخدنا علاج والعلاج مجانا والدنيا زي الفل وكله تمام التمام. كشف على عيني وقالوا لي الدمعه نكشف لك ان كان عليها ميه ولا حاجه نعملها لك. كشفت المسالة البوليه وربط والكشف كويس خالص وخدنا العلاج وتمام التمام، يعني كله تمام.